انا بس عايز خدمه اخيره منك. من عناي. انا عايزك تبعتي رساله بصوتك لاختي سماح، ولو جو عندها امان هي اللي تتصل. حاضر. خد. يا سماح، انا بكلمك عشان اطمنك على حبايب، اما تبقي فاضيه ابقي كلميني عن النمره دي. سلام. ايوه يا سماح. عبد الرحمن مات يا علي، قتلوا اخوك يا علي. لقيته معاه حاجه تاني غير البطاقه؟ لا ما لقيناش. بلغ المديريه ان اسعافنا لقينا واحد من على الطريق. امشي ادم عشان ما تلفتيش النظر.